بالانترفيو مانيش باش نعمل بطيخ، باش نشارجي السلعة نطاليها في الحيط وخلاص. دونك نحط نشارجي السلعة، ما بقاش نخدم بالفنسو وهي ناجحة. هذه هي السلعة يظهر لي أن فيها جرام، ولكن أنا قد ما نخدم قد ما الجرام هذيك توقف من السيفور من الفنسو. الكونتيتي نتاع الجرام عيش ظاهر الريجين هاك الستان هذاك مغلفة، دونك نخدم تشارجي من بعد نرجع للظهر. ديما نخدم بالبرسول تاعي رقبة وتشارجي السلعة باش متخليش الطراس نتاعها تنسوق ديما راقد. دونك كملت تشارجيت 50 60 سنتي تاعي باش نرجع للبانو باش ننظفو باش نظهرلو هاك الجرام هاذيك. نفس الطريقة لي شارجيت بيها باش نرجع ننظفو بيها البروبيم تاعي، ما نتكيش على البانسو، تكي على البانسو شتعمل ظهرلي للفوق. علاش؟ لأنو الزفيرو عكس الصبيط. الساتان اللي فيه ان بو ديلويت ان بو ليكويد، فهمتني؟ دونك باش نضمن انه يكوفري لي السيبور نتاعي ما يلزمنيش نتكع على الباسور. دونك الباسور تاعي ديما رابطة مكرسي البرودوي، ما نحركهاش الجرام، جوست مكرسي ابيل البرودوي باش يلم لي هكا المال شوية يلم البعض. دونك إذا ماشي حش البروتين تاعك الستان هذايا مبداش يشيح، بس لما تبقى تكسر في كرايمك وتقدر بالواحد كمل أزرع في البانو، ترجع السلعة تاعك وبعد أرجع يبدأ بدا ينشف البرودوي، تبدأ تنحي له التراس نتاع الفنسور هذيك قد ما قد ما حققت هيك التراس هذيك. لهنا ما نخدمش برشا البروبليم تاعي، جوست نخليها في وقت في الشيح ونرجع ابان بالفنسو نكرس في البر. كوش واحدة كوش واحدة ويكوبري لك الفون تاعك على الابيض ويكوبري، الا في حالة انك ما تشارجيش السلعة. كيف تخدم الفنسو ونفس السلعة اول حاجة ما يشارجي لكش ما يكوبري لكش السيفور، وزي حاجة يعمل لك برشا ريكورد، يعمل لك ريكورد في الكولور. علاش؟ لأنك يعني تبدا تخدم بالفنسو ناجحة ما فيهاش سرعة، توصل لهنا صحيح تزيد تخدم الموتيف نتاعك، تولي يتيري فيسا، ليه يتيري؟ دونك بعد كي بيجي باش تعاود باش تكمل من الريكورد تاعك، ريكورد السرعة، باش يولي البلاصة هذي ماخذة دو كوش، وهذي كلير وهذي كلير، دونك باش يغمر لك الريكورد هذاك. ألور كو نورمالمون الكولور نتاع الراكور هو الكولور فينال تاعك، هذايا من هنا ومن هنا ناقص السرعة، فهمت؟ هذا اش معناها الراكور، ماشي نوع إذا يبدا الكل ماخو حقو بالسلعة ماخذش راكور مهما كان إلا الرمق نتاع المغنوقية نتاع الراكور. خاف من البرودوي إذا يعملك مشاكل صحيح، نخدم أن فو تنسي عندي. البروبيو تاعي احمر غير نخدم له فون ريد ما نكسرش كرايز،